تمكن فرع مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة إم من ضبط 2 من أفراد عصابة تقوم بتزوير البطائق الإلكترونية. وأوضح العميد صادق الكامل مدير عام فرع الهجرة والجوازات بالمحافظة إن العملية جاءت بعد إجراءات التدقيق والتحريات التي يقوم بها موظفو المكتب، مؤكدا أن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي يتم فيها ضبط مزورين لبطائق شخصية. وأشار الكامل إلى أن الجديد في هذه العملية هو تمكن العصابة من تزوير البطاقة الجديدة نفسها وتغيير البيانات مثل الاسم ومحل الميلاد، وبصورة لم يستطع معها جهاز كشف البطائق المزورة من إثبات حالة التزوير، مما يدل على أن العصابة لديها أجهزة متطورة وخبراء محترفون في التزوير. العصابة تم اكتشافها والتحفظ على 2 من أفراد العصابة، ورهن التحري والتحقيق على بقية أفراد العصابة. نرجو من السلطات في الأحوال المدنية تحري مثل أوصاف البطاقة و يعني وتغيير في البطاقة الإلكترونية الموجودة الآن حاليا، لأن قد تم اختراقها من قبل عصابة تقوم بتزوير الأسماء وتغيير الأسماء ومحل الميلاد، وهذه من ناحية أمنية خطير جدا على أمن البلد والأمن القومي للبلد.